تحية ليك يا كابتن اسلام الشاطر، كل مشاهديك ومتابعيك من خلال ملعب الاهلي. كابتن محمد يوسف طبعا المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن يوسف ببارك لك النهارده، اداء مختلف، في اصرار وفي جديه، وبنشوف في مربعات ومثلثات وتحرك بشكل كبير. انا عارف في مجهود كبير بيبذل من مستر مارتن وكابتن يوسف، بتحفظوا جمل بشكل كبير، لكن النهارده في اختلاف يا كابتن يوسف. النهارده ببارك لك اول في البدايه، وبنشوف الجيم النهارده ازاي. الحمد لله، طبعا احنا اهم حاجه طبعا ببارك للجهاز واللاعبين على المجهود. الجهاز معناها الجهاز الفني والطبي والاداري وكله، واللاعبين على المجهود الكبير والتركيز الكبير. يمكن زي ما انت قلت، الحمد لله النهارده الثلاث نقاط مهمين جدا. المفارقه الجميله والحلوه ان الثلاثه اللي منضم لنا في يناير زي رمضان وزي جونيور وزي حسين الشحات قدروا يسجلوا الثلاثه. انا بقول ان ادائنا النهارده في ارتياحيه بشكل احسن، في ثقه بشكل احسن. يعني عايز اقول كمان ان عودة المصابين كمان ان شاء الله هتزيد من مستوى الفريق، هترفعنا احسن بشكل كبير. واللي عايز اقوله كمان ان كثافة الماتشات العالية لابد ان انت هتلجأ لتدوير بعض اللعيبة، وتبدأ بلعيبة كانت نهت في مباراة قبل كده، وتقعد لعيبة كانت بادية على اساس ان انت ما تلجأش للاصابات. دي مهمة جدا. النهاردة قدينا مباراة بشكل كويس جدا. حمدي فتحي كبداية اول مباراة ليه مع النادي ادى بشكل كويس جدا، ادى بشكل مميز، عمل دوره سواء الدفاع او الهجوم بشكل كويس جدا. ندفد رجع للبكرات نتيجة ايقافات بالنسبة لايمن اشرف، لكن ادى برضه بشكل كويس. اللي انا عايز اقوله ان احنا ان شاء الله الايام اللي جايه، وانا قلت كده، قلت الايام اللي جايه الاصابات هتبدا ترجع لنا، الدنيا هتبدا تتحسن، ونتمنى ان شاء الله ان في اقرب وقت المصابين يرجعوا لنا، على اساس ان انت عندك كثافه ماتشات عاليه. انت بتلعب النهارده 24، وكنت من خمس ايام بس كنت في الجزائر بتلعب مباراه يوم 18، هتلعب يوم 28، هتلعب يوم 2 مع سيمبا التنزاني في افريقيا، ثم بعد ذلك مباراه يوم 5 مع امبي 8 مع كثافة الماتشات عالية، فلازم يبقى عندك لعيبة، واللعيبة كلها تبقى جاهزة عشان المستوى ما يحصلش فيه تذبذب. يعني مع كثافة المباريات دي بيحتاج تجهيز نفسي يا كابتن يوسف من مستر مارتن ومن منك كمدرب عام، لأن الجانب النفسي بشكل كبير مهم مع اللعيبة. العناصر يمكن كمان اللعيبة المنضمة لنا عناصرها صغيرة شوية، مش خبرة، فمحتاجة على طول شكل. طبعا لازم تحفيز اللعيبة وتركيزهم وزيادة تركيزهم، تكلموا مع الدوافع على طول، وبنكلمهم على الهدف بتاعنا، وفي هدف محطوط، بطولة الدوري العام، بطولة افريقيا، دول هدفين كبار جدا لينا، بالاضافة طبعا لكاس مصر، لكن انا بتكلم على البطولتين اللي احنا شغالين فيهم دلوقتي بشكل قوي. الهدفين دول او الهدف دول بطولة، ده قدامنا وقدامنا بوضوح جدا، وكل يوم بنوضحه للعيبة، وكل يوم بنتكلم مع اللعيبة. مش ممكن هنوصل لاهدافنا دي الا لما يحصل تضحية ويحصل معاناة ويحصل كل واحد يضحي من اجل ان احنا نوصل لهذا الهدف. فلازم، مفيش حاجة بتيجي سهلة. كل الحاجات دي بتزيد من دوافع اللعيبه، وبتزيد من اصرارهم ان كل مباراه يبقوا احسن، كل مباراه يبحثوا عن الثلاث نقاط، والحمد لله النهارده الثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبه لنا. مفيش وقت مباراه دجله، يمكن خلاص الجمعه يبقى في تدريب وخلاص المباراه متلاحقه. كابتن يوسف يعني قول لنا برنامج التدريب، حتى مباراه وادي دجله بكره يكون في تدريب اكيد. بكره طبعا عندنا تدريب مسائي، وبعد كده عندنا يوم السبت تدريب اخر، والحد خفيف هتخش عشان تلعب يوم الاثنين. اكيد طبعا التمرينات كلها هتدور في استشفاء وريكفري، وحاجات كلها يعني لا تتعدى ال 50 لساعه، يعني من 50 دقيقه لساعه، غير كده على بتشتغل على حاجات كلها ريكفري واستشفاء عشان تقدر تلعب يوم الاثنين يعني. بس شكرا، ربنا يخليك. متشكر جدا، بنشكر اكيد الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي. مباراه اكثر من رائعه كابتن اسلام، زي ما اكدنا وقلنا ان شاء الله باذن الله المباريات القادمه يستمر النادي الاهلي على نفس المستوى، ايضا كمان كل ما تتيح فرص لاحراز الاهداف، ده اللي بياكد عليه الجهاز الفني، استغل الفرصه، هدف واثنين وثلاثه، لابد ان احنا ان شاء الله نفرق في الاهداف، وان شاء الله نعود من جديد يا كابتن اسلام لمكاننا الطبيعي، مكان النادي الاهلي هو المركز الاول، ومنه ان شاء الله الحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. شكرا جزيلا يا كريم.